البداية سياسيا، إذا ارتأى كل من تحالف السيادة وتحالف العزم وعدد من النواب السنة في كتلة العقد والمستقلين وبعد التشاور مع النواب إلى اللجوء إلى احترام الأطر القانونية في انتخاب رئيس البرلمان والإبقاء على الأسماء المرشحة سابقا وفقا للنظام الداخلي وقرارات المحكمة الاتحادية ولمنح أعضاء مجلس النواب الحرية في اختيار من يرونه مناسبا لهذه المهمة. ووفقا للبيان، أكدت جميع الكتل ضرورة المضي قدما بعقد جلسة انتخاب رئيس البرلمان واتباع السياقات القانونية والالتزام بالأعراف السابقة التي أفضت إلى انتخاب رؤساء البرلمان السابقين في ظل الظرف الحرج والحساس على المستوى الوطني وعلى مستوى المنطقة والعالم الذي يتطلب توحيد الصفوف والجهود لحماية سيادة الوطن، مؤكدين ضرورة احترام خيارات المكونات والحفاظ على الأعراف والتقاليد السياسية والدستورية التي قامت عليها العملية السياسية في العراق الجديد وما يترتب عليها من استحقاقات اجتماعية وتوازنات سياسية، ما يمكن الدولة في مواجهة التحديات الراهنة ويحفظ هيبتها ويضع الجميع في دائرة المسؤولية الوطنية والتاريخية للحفاظ على المكتسبات الديمقراطية.